بسم الله الرحمن الرحيم. النسيج الرابع اللي هنلاقيه في أي ريجون من الـ different body regions واللي بتشكل علم الـ general anatomy هو الـ joints. هو مش نسيج واحد في الحقيقة، هو نسيج مركب. نقدر نقول إن المركب الرابع الـ structure الرابع بعد الـ skin والـ fascia والـ bones هيكون الـ joints أو المفاصل. حيثما اقتطعنا اي منطقه في جسم الانسان، اي ريجون سواء الابر ليمب اللور ليمب الهيدن نيك زوركس ابدومين، واخذنا من كل ريجون كبيره ديت اخذنا جزء معين وفحصناه، لابد ان احنا نجد فيه واحده من الجوينتس الاتيه. فالجوينتس رؤوس اقلام الموضوعات بتاعتنا. الديفينيشن، تعريف المفاصل هي ايه؟ الجوينتس ديت they are defined as the sites of meeting between two or more than two of bones، مكان التقاء عظمتين او اكتر. ده تعريف الجوينتس. طيب types of joints according to the type of the connecting tissue they are classified into، على حسب نوع التشو اللي بتربط هذه العظام مع بعض مكونة المفاصل. هنقسم المفاصل إلى ثلاث أنواع. النوع الأول هو الفايبرس جوينت، المفاصل الليفية. النوع الثاني كارتليجينس جوينتس أو المفاصل الغضروفية. النوع الثالث سينوفيال جوينتس أو المفاصل الزلالية. النوع الأول اللي هو الفايبرس جوينت، في هذا النوع من المفاصل كان النسيج الرابط بين الميتينج بونز هو سترونج فايبرس تيشو. اذا هنجد سترونج فايبرس تيشو كونكتينج او كونكتس ذي ميتينج بونز. وفي هذا النوع لابد ان نتذكر جيدا انه لا مجال لحدوث اي نوع من انواع الحركات. يبقى ان ذيس تايب نو رينج اوف موفمنت از الاود. وعلى حسب المكان هنقسم الفايبرس جوينتس لثلاث أنواع. المكان الأول يوجد بداخل أو between the skull bones ونسميه sutures أو الدروز. النوع الثاني اسمه الجمفوزس اللي بين الأسنان والفكين. النوع الثالث السندزموزس بين اللور إندز of tibia and fibula من عظام الليج of lower limb. نبتدي نتكلم عليهم واحد واحد. السوتشرز او الدروز دي fibrous joint found between many of the skull bones. وفي هذا النوع اللي اسمه السوتشرز with the progress of age مع تقدم العمر يتحول النسيج الفاصل من fibrous tissue gradually إلى عظام إلى bones في عملية تعرف باسم الossification. فما نقول إيه؟ نقول with the progress of age the sutures usually ossify. النوع التاني من fibrous joint اللي بين الأسنان والفكين اسمه جمفوزس، يوجد بين التيث والجوز. جوز جمع جو، وجو يعني فك. في هذا النوع الأسنان بتمسك بعظام الأبر جو واللور جو بأربطة ليفية بتشكل نوع من المفاصل الليفية. ومن أجل ذلك هذا النوع من المفاصل never ossify with the progress of age. لا يمكن للأربطة الليفية اللي بتمسك الأسنان في الفكين إنها تتعظم وتتحول إلى عظام مع الوقت، وإلا كان من المستحيل إن إحنا نشيل سنة واحد كبير. ليه؟ إحنا لما بنشيل السنة بنقطع الأربطة، والدليل على ذلك إن الأربطة بتفضل محتفظة بالخامة بتاعتها بالسبستانس بتاعتها كفايبرس تيشو مدى العمر، ولا يحدث لها أبدا أي أوسيفيكيشن. النوع الثالث اللي اسمه سيندزموزس،
سندزموزس هو نوع من الفايبرس جوينتس توجد بين اللور اند بتاعت عظمة التيبيا وعظمة الفيبولا من عظام اللور ليمب، من عظام منطقة الليب الليج في اللور ليمب. وفي هذا النوع من المفاصل اوسيفيكيشن نيفر اوكير، لا يمكن ابدا ان يحدث اوسيفيكيشن في هذا المكان في الاربطة الفاصلة او الرابطة في نفس الوقت بين التيبيا والفيبولا. ثلاث انواع بسرعة: سوتشرز، جومفوزس، سندزموزس. هنا السوتشرز في السكال بونز اهي، هنا الجومفوزس بين الاسنان والفكين، هنا السندزموزس بين التيبيا والفيبولا. ده كده يبقى ملخص للنوع الاول من المفاصل اللي اسمها فايبرس جوينتس. النوع الثاني اللي اسمه كارتيليجينس جوينتس، المفاصل الغضروفية. في هذه المفاصل كان النسيج الذي يربط العظام المتمفصلة مع بعضها كان كارتليج، وعلى حسب نوع الكارتليج، الكارتليج اللي بيربط العظام مع بعضها على حسب نوعه قسمنا هذه المفاصل الى نوعين اثنين. النوع الاول اسمه برايمري كارتليجينس جوينتس، المفاصل الغضروفية الاولية. وفي هذا النوع كانت الغضاريف الرابطة من نوعية الهيالين، يعني غضاريف زجاجية، يبقى إذا كونكتينج تيشو إز هيالين كارتليج. الصفة الثانية إن هذه الكارتليجز يوجولي أوسيفايز أو يوجولي أوسيفاي، لأنها جمع، ويز بروجريس أوف إيج. وأخيرا لا نجد أبدا أي مجال للحركة في هذا النوع، هنشوف ليه. ناخد الأمثلة كده. يوجد البرايمري أو توجد البرايمري كارتليجينس جوينتس في ثلاث أماكن. المكان الأول اللي هو اسمه الإبيفيزيال بليدز، وهفكركم فاكرين الإبيفيزيال كارتليج اللي قلنا عليها البعض بيسميها إبيفيزيال بليدز لما اتكلمنا على الإبيفيسز وشرحنا معنى كلمة فيسز اللي هي جروس بليد، وقلنا بالنسبة الجروس بليد يوجد بين الإبيفيسز والديافيسز كارتليجينس بليت بيسموها ابيفيزيال بليت او ابيفيزيال كارتليج. الابيفيزيال بليت او الابيفيزيال كارتليج دي كانت مكان او نوع او مثال للبرايمري كارتليجينس جوينتس اللي هي يوجوالي اوسيفايز مع الايج، والتي لا يمكن ابدا ان يحدث فيها حركه لانها يحصل تعظم مع الوقت، ودي كانت هيالين كارتليج. المكان الثاني نشوف رسمتها كده اهو، ده مكان الابيفيزيال كارتليج او الابيفيزيال بليت. المكان الثاني بتوين ذا ستيرنم اند فيرست ريب، ده اسمه الاسترنم، وعدى علينا الاسم ده قبل كده. كانت العظمه الاماميه من عظام الثراسي الكيج، وكانت بتتمفصل هنا الاسترنم ده كانت بتتربط او تتمفصل مع كثير من الضلوع. طيب بين الضلع الاول وبين اعلى جزء في الاسترنم كان يوجد هنا مفصل غضروفي اولي، برايمري كارتليجينس جوينتس. يبقى هنا في المكان اللي عنده السهم ده كان ده احد النماذج للبرايمري كارتليجينس جوينتس بين ذا سترنم اند فيرست ريب. المثال الثالث بين بعض من عظام الجمجمة، عظمة اسمها سفينويد بون وعظمة اسمها اوكسيبتال بون، والمفصل اللي بينهم كان فيه هيالين كارتليج بيدي مثال للبرايمري كارتليجنس جوينتس اللي هو بيسموها سفينويدو اوكسيبتال او اوكسيبتو سفينويد جوينت. دي كانت نظرة على البرايمري كارتليجينس جوينتس اللي كان النوع الغضروف الموجود فيها غضروف زجاجي هيالين، بيحصل له اوسيفيكيشن مع الايج ولا نجد فيها ابدا اي مجال مدى من مجالات الحركه. النوع الثاني من الكارتليجينس جوينتس واسمه سكندري كارتليجينس جوينتس،
السكندري كارتليجنس جونز انا عايز اقارنه بالثلاث نقط بتاعتنا دي. انا اديت ده اللون الاحمر وده اللون الازرق عشان نقدر نميزها. النوع الاولاني كان الكونكتنج تيشو هاي لاين، في النوع الثاني السكندري كارتليجنس الكونكتنج تيشو كان فايبرو كارتليج، كان غضروف ليفي وليس غضروف زجاجي زي النوع الاولاني. طيب هنا كان ده يوجوالي اوسيفاي مع البروجريس اوف ايج، يعني مع الوقت كان بيتعظم، ان ده نيفر اوسيفاي with the progress of age، عكسه تماما، لا يمكن ابدا ان يحدث تعظم. معنى كده ايه؟ انك لازم تجد في مجال للحركه، مدى للحركه، فنجد little range of movement او على حسب المكان. وتوجد امثله هذا النوع من الغضاريف او من المفاصل الغضروفيه السنويه في مفاصل خط منتصف الجسم. ومفاصل خط منتصف الجسم اللي هو الميدل لاين اوف ذا بودي هنجدها فين؟ نجدها في الانتر فيرتبرال ديسكس اللي هي في الغضاريف بين الفقرات، ونجدها ايضا بتوين اجزاء جسم الفك، بتوين ذا بوديز اوف ذا او تو هافز اوف ذا ماندبل اللي بيسموها سيمفيسز من تاي، وتوجد ايضا بين عظمتي الهبو من الامام اللي هو بيسموها سيمفيسز بيوبس. يبقى الثلاث امثله للسكندري كارتليجنس هي نماذج لمفاصل توجد على خط منتصف الجسم، الانتر فيرتبرال ديسكس دي واحد، تاني حاجة السيمفيسيس بشقين، السيمفيسيس بيوبس اللي هو مفصل العانة، والسيمفيسيس بنتاي اللي هو مفصل منتصف الفك. النوع الثالث من المفاصل اللي اسمه ساينوفيال جوينتس. الساينوفيال جوينتس في هذا النوع كان النسيج الرابط اللي بيربط العظام مع بعض مركب ومعقد. ليه؟ علشان بيديها مدى للحركة. هذا النسيج كان بيتكون من الأجزاء الآتية، هي اللي من خلال تركيب الساينوفيال جوينتس هنشوف الأنسجة الرابطة كانت عبارة عن إيه. Structure of synovial joints، وبالتالي نتعرض للتشو اللي بيربط الجوينتس مع بعض. أول حاجة ده دياجرام مانيوال لعظمة، نفترض ان دي عظمة ودي عظمة. هذا الجزء من العظمة اللي بيشارك الجزء الاخر المناظر له من العظمة التانية في تكوين هذا المفصل يسموا هذا الجزء articular surface. يبقى الarticular surface هو الجزء من البون اللي بيشارك that shares information of the joint. في هذا الجزء كان يوجد سن فيلم او سن بليت اوف هايلاين كارتليج بتغطي السطح المفصلي. يبقى نقول the articular surfaces of the meeting bones are covered with او by thin plates of hyaline cartilage اللي هي ده بيسموها articular cartilage. هي رقم واحد، يبقى اول حاجه طبقه رقيقه من غضروف زجاجي كان بيغطي السطح المفصلي، ادي اول شيء. الاستراكشر الثاني اللي بيعطينا فكره عن التشو اللي بتربط الساينوفيال جوينتس كان الارتيكولار سيرفيس ده اللي كان مغطى بالغضروف الزجاجي اوف ذا ميتنج بون، كان سراوندد بسترونج فايبرس كبسول. شايفين الكبسول عامله ازاي؟ يبقى سترونج فايبرس كبسول سراوندنج تحيط بالارتيكولار سيرفيس وتعمل كمحفظه، علشان كده اسمها محفظه يعني كبسول. هذه الكبسول كانت مدعمه من الخارج supported from outside by strong ligaments الى رقم 3، وكانت ايضا هذه الكبسول مبطنه من الداخل فيها lining او بطانه بسينوفيال ممبرين بيفرز سائل يسموه سينوفيال فلويد، كانت وظيفته lubrication. هذا السائل اهو اسمه سينوفيال فلويد، يعمل lubrication يعني تشحيم لداخل المفصل. واخيرا هنجد ان هذا المفصل اللي هو السينوفيال جوينت
كان في، طبعا هو ده النوع ده الاكثر انتشارا في الجسم، وده بيكون فيه فري موبيليتي او فري موفمنت. في هذا النوع كان في بعض المفاصل مزود بغضاريف اضافيه تفصل الارتيكولار سيرفيس مع بعض. في منطقه الركبه هذه الغضاريف كانت تسمى منسكاي. في منطقه الهيب جوينت مفصل الفخذ كان الغضروف ده بيسمى ليبرام. وفي منطقه مفصل الفك مع قاع الجمجمه كان هذا الغضروف بيسمى ديسك. ده كانت المواصفات العامه للسينوفيال جوينت، ومن خلالها قدرنا نتعرف على التشو اللي بيربط البونز مع بعض. يبقى اذا جينا نراجعها بسرعه نقول ارتيكولار سيرفيس مغطى بارتيكولار كارتليج، بروتكتد من بره بكبسول. الكبسول ديت هي اللي تحيط بالارتيكولار سيرفيس. هذه الكبسول سبورتد فروم اوت سايد باي ليجمنت ولايند فروم انسايد باي سينوفيال ممبرين. بيفرز سينوفيال فلويد يشحم المفصل، وتوجد غضاريف سنويه اضافيه تسمى بحسب المفصل الموجود في هذا النوع من المفاصل اللي هو السينوفيال جونز. فهنسميها في منطقه الركبه من سكاي، في منطقه الفخ نسميها ليبرم، في منطقه الفك يسموها ديسك. انواع السينوفيال جوينتس. السينوفيال جوينتس هي الجوينتس الاكثر انتشارا في الجسم، يبقى وايد يعني لها وايد سبريد ديستريبيوشن، موزعه توزيع يعني اكثر الانتشار. وفيها ايضا كانت هذه المفاصل فيها وايد رينج اوف موفمنت، مدى الحركه كان كبير. على حسب مدى الحركه او محاور الحركه الاكسيس اوف موفمنت، هنقسم هذه السينوفيال جوينتس الى عده انواع. هنتعرض لاشهر ثلاث انواع. النوع الاول اللي هو يوني اكسيال. يوني يعني احادي، اكسيال يعني محوري، يعني المفاصل احاديه المحور، يعني الحركه بتاعتها بتكون على محور واحد. يبقى زي موف اراوند وان اكسس، وعلى حسب اتجاه هذا الاكسس هنقسمها نوعين اتنين. اذا كان اكسس الحركه افقي يسموها هنج، اذا كان اكسس الحركه راسي يسموها بيفوت. تعالوا نشوف مع بعضنا كده. الهنج جوينت يبقى الاكسس اوف موفمنت، موفمنت اوكير اراوند ترانسفيرس جوينت. فبالتالي اذا كان محور الحركه بتاعنا ده كان افقيا او كان عرضيا، فلازم تكون يعني المحور يبقى في المفصل ده. دي مثال اللي هو الالبو جوينت او الانترفالانجيال جوينت. فاذا شفنا الالبو جوينت هنا هنجد ان الحركه المسموح بها هي فليكشن اند اكستنشن، وكذلك الحركه المسموح بها في الانترفالانجيال اللي هي في المفاصل بين سلميات الاصابع، فيكون ايضا مدى الحركه هو فليكشن اند اكستنشن. يبقى دلوقتي الهنج جوينت موجوده في الالبو وموجوده ايضا في الانترفالانجيال، والحركه كانت على محور واحد والمحور ده كان عرضي او افقي، فهنسميها هنج جوينت. النوع الثاني اللي يسموه بيفوت. الموفمنت هتحصل حوالين فيرتيكال اكسس، والفيرتيكال اكسس موجود هنا زي المفصل الموجود بين الفقارة العنقية الأولى والثانية اللي بيسموها أتلانتو أكزيال جوينت، وتوجد أيضا في بتوين عظمة الريدياس والألنم في المفصل الشهير المعروف باسم الريديو ألنر جوينت بنوعيه السوبيريور والإنفيريور ريديو ألنر جوينت. والحركة بتكون في البيفوت بتكون غالبا روتاتري موفمنت. ديت الايه اليوني اكزيال جون. الباي اكزيال جون، باي اكزيال باي يعني دبل يعني تو، يبقى هتحدث حركه اراوند تو اكزيس. طيب على حسب شكل الارتيكولار سيرفيس هنقسم الباي اكزيال لنوعين، باي اكزيال اليبسويد وباي اكزيال سدل. اللي خلينا نقول الاسماء ديت دي على حسب الشكل المفصلي. فاذا كان الشكل
المفصلي للعظام المفصلية، لواحد منها كان كونفكس والتاني كان كونكيف، يقولوا عليه إليبسويد. يلاقي الإليبسويد جوين، هنجد إن السطح المفصلي للعظمة كان محدب في واحدة ومقعر في التانية. بالتالي الحركة هتحدث حوالين تو أجزيز، وتحدث نوعين من الحركة، فليكشن وإكستنشن وأبدكشن وأبدكشن. المثال الشهير بتاعهم الريست جوينت اللي هو مفصل الرزغ، والميتاكاربوفالانجيال جوينت بتاعة الصوابع الأربعة الخارجية، اللي عفوا الصوابع الأربعة الداخلية في اليد أو الخارجية في القدم. طيب بالنسبة لي النوع الثاني اللي اسمه سادل جوينت، السادل جوينت أو المفاصل يعني دي باي أكزيال، يعني باي أكزيال ساينوفيال. الأرتيكولار سيرفيس بتاع عظمة كان كونكيف وكونفكس، مقعر محدب واخد شكل حرف الإس، فبالتالي الأرتيكولار سيرفيس للعظمة الثانية كان كونفكس وكونكيف، عكسه كان محدب مقعر. برضو نفس الحكاية، الأكسيس أوف موفمنت هيبقوا اتنين، فبالتالي نوعيات الحركة فليكشن إكستنشن أبدكشن أبدكشن. المثال الشهير بتاعها اللي هو الميتاكاربوفالانجيال جوينت أوف ذا ثامب. يبقى ديت الإليبسويد ودي كانت السدل، ودول مثالين للباي أكسيال جوينت. أخيرا وصلنا للمالتي أكسيال جوينتس، المفاصل عديدة المحاور الحركة اللي بتتحرك حوالين أكتر من محور، فيها كذا محور للحركة. ففي هذه المفاصل كان في وايد رينج اوف موفمنت المسموح به، وكانت أيضا تعرف باسم بول أند سوكت، الكرة والسلة. في هذه المفاصل كانت محاور الحركة أكتر من اتنين، وكان أشهر الأمثلة الشولدر جوينت والهيب جوينت، وايضا كمان مثال موجود في الفوت اللي هو التيلو كالكينيو نافيكولار جوينت. دي كانت اشهر ثلاث امثله للساينوفيال. هناك بعض الامثله الاخرى انا بقترح ان احنا ناجلها لحد لما نوصل لمكانها، وساعتها نقدر نتعرف عليها منعا لاختلاط المعلومات.